عليكم، صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ لبس عليكم، اموركم مزيان؟ عارفه هذا الفيديو كنحطه في العشيه، ولكن راه دائما كنقول صباح الخير والسلام عليكم. بحال كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير يا ربي. كي كتشوفوا اليوم ان شاء الله شاركت معكم النهار ديالي وقسمت الفيديو على جدد على جوج، غنحط لكم النص ديال اليوم ونص الغدا ان شاء الله باذن الله. هاد كاس اتاي كنهدي الناس كامله، كاع المتتبعين ديال الاوفياء كنهدي لكم هاد الاتاي. هذا عرفتو جو زوين تبارك الله. قول لي هزلك اتاي كتشكري فيه. هنا كي كتشوفوا درت واحد شويه ديال المرقه، درت واحد الدجاجه صغيره وضفت عليها واحد بصله محكوكه وفص واحد ديال الثوم محكوك، ودرت عليها الزعفران، ودرت على شويه الملح، شويه الابزار، شويه سكينجبير، شويه الخرقوم عرق، وان شاء الله شويه الزيت العاديه، وغنخلي ان شاء الله حتى نصبو. هنايا غير في المونتاج بقى لي هاد المريقه، درتها حتى هي باش ان شاء الله ان شاء الله نخليها ان شاء الله باذن الله غدا، حيت خدامه. وهنايا ان شاء الله تغدا ونشاركها معكم. هنا كي كتشوفوا راه عجنت الخبز وغادي ان شاء الله حطيته يخمر، راه خمر غادي نقرصو ان شاء الله. وهنا غنخلي المرقه حتى تتقلى ليا مزيان بهذوك التوابل. المهم راه خلطتها مزيان حتى خرجت هذيك الشرموله ديالها، وراه شاركت معكم شحال من مره كيفاش كندير الطريقه ديال الدجاج. هنا كانوا عندي واحد شويه ديال القشاوش حتى هما درتهم. هنا كي كتشوفوا ما كنضيف لا ما لا والو، كنخليها حتى كتعلق على خاطرها. حاولوا انكم تسدوا الكوكوت، ولكن البوطه تكون منقوصه لاقصى حد. يعني شوفوا انا سادها، ولكن راه بلا روا بلا حتى شي حاجه، كنخليها تقلى والكوكوت مسدوده. هنايا راه الخبز تبارك الله عجنتو قرصتو، كان واحد النهار زوين. بعدا كينا ما كاينش الغمام، ولكن كاين الحال بارد. هنا كي كتشوفوا الفيديو اللي بارطاجيت معكم مع الصباح، حطيت فيه هذيك القلايه. صراحه درت هذيك الدجاجه ودرت على قبلها هذه المريقه وبطاطا فريس، عرفتوا باش نجربها ونشوفها كي دايره. صراحه زوينه والله، هناتني. المهم من واحد المقله ديال الزيت حيدتها، بعدا كاين عليا ولات هذه صحيه وزوينه وسهله في الخدمه ديالها، عرفتوا عجباتني. هنا راه كتشوفوا درت فيها البطاطا باش طيب، كديري فيها الدقيق اللي بغيتي، حيت كانت اول مره ما قدرتش انني ندير الدقيق بزاف، درت غير شويه ديال الدقيق باش نشوف. مره كنقلب، المهم حيت اول تجربه ما تخافوش. المهم سلكت راسي معها، صراحه زوين بزاف والله عجبتني. هنايا راه قلبت البطاطا لقيتها طابت، درت ليها 10 دقائق، 5 دقائق في 5 دقائق وطابت ليا، جات غزاله ما شاء الله. انا بعدا والله الا عجبتني. انا درت غير كميه كي كتشوفوا راه غير قليله، يعني ديال البطاطا غير شويه، انا وليداتي غير شويه البطاطا، هي راه كتهز تبارك الله تتهز تقريبا اللي شفت مكتوب في الورقه كيلو 400، ولكن راه تقدر دير فيها حتى 2 كيلو. شوفوا تبارك الله راه كبيره. هنا المريقه ديالي طابت تبارك الله وصلى على النبي، درت ضفت عليها واحد الكاس ديال الماء وسديت عليها وخليتها كي كنقول لكم منقوصه وصافي. ومني طابت هزيتها ودرتها حتى هي باش تحمر، كي قلت لكم غنشاركها معكم ونبارطاجي معكم الفيديو. هذا هو الفيديو ديال العشيه، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. انا راه عجباتني بزاف هذه الماكينه، كنصحكم بها الناس اللي باغينها. راه عفتو زوينه بلا زيت بلا حتى شي حاجه، صراحه شي حاجه اللي غزاله والله، والثمن ديالها جد مناسب 59 اورو صراحه والله الا زوينه. هنا غادي تشوفوا الدجاجه تبارك الله وصلى عنبي، في 5 دقائق لقيتها خدت اللون ديالها، ما بغيتش نزيد نحمرها اكثر. يمكن لكم تزيدوا تحمروها، حيت لا حمرتها اكثر ما غياكلوهاش ليا الدراري، كتولي تجيهم شويه قاصحه وكيقول لي ماما ما بغيناش، خليتها غير في هذا اللون هذا. مهم راه كنصحكم بها، الا لقيتوها اوفيرتا غير خدوها، ما غاديش تندموا عليها. يعني غير اليوم درت فيها جوج حوايج، البطاطا فريت ودرت فيها الدجاجه. صراحه درت فيها شويه الزبده باش دخلتها هنا لهاد القلايه، شوفوا كتبقى زوينه والله، كتعزل الزيت وكل شيء، ما كت زعما زوينه صراحه عجباتني بزاف. كنتمنى ان شاء الله حتى نتوما تعجبكم. وهنايا كي كتشوفوا في الاخر ديال مني حيت الدجاجه، درت واحد شويه ديال المعدنوس في المريقه، عرفتوا جات زوينه واخا كيبان لكم فيها، ولكن جات بنينه. كي كنعرفوا هاد البطاطا يعني ديال البطاطا والزيتون كيبغي تكون دغميره بحالكم، وليداتي عز عليهم بغمسوا، راه خليت ليهم شويه المريقه فين يغمسوها. وهادو هما الخبيزات شاركتهم معكم، وضروري من هاواي. هاواي صراحه المناضه ديال المغرب شي حاجه اللي زوينه والله.
هنا كان خاصم على ايمان، لقيت ايديها كلهم عامرين بهذاك الفلتر اللي كيلونوا بيهم. كتوريني هي كتقول ماما هنا هنا كنلقاها في الحوايج، نلقاها في ايديها. ايوا صافي، راه قالت لك ماما راني غسلتهم غير بقى ليا في ايدي. هنا ان شاء الله غادي نشارك معاكم سباغيتي، كتجي حتى هي بنينه بزاف وكتجي زوينه، وكنعرفوا الحاجه المعشقه للدراري الصغار، حاجه ابسط حاجه يمكن لنا نوجدوها هي ان شاء الله لي بات. غادي نشارك معاكم هذا النوع هذا اللي كيطيب في 7 ديال الدقائق، وغادي ناخذ واحد شويه المعدنوس. هنا راه درت الماء يطيب، ضفت عليه واحد شويه ديال الملحه، وان شاء الله غنشاركها معاكم مره مره، نشارك معاكم ان شاء الله لي بات. راه كنديرها للدراري بزاف غير ما كنتصورهاش. هنايا غادي ناخذ واحد الثومه اللي هي واحد واحد البصيله اللي هي صغيره، وغادي نحكها في ديك البلاصه ديال الحكاكه. وهنا غادي ناخذ واحد فص واحد ديال الثوم حتى هو نحكو في الحكاكه الصغيره. وهنا غادي ناخذ شويه الكفته على القياس اللي عندكم ثومه ولا اللي بغيتو، كيبقى اختياري من 200 غرام 150 غرام غير اللي عجبكم. هنا درت واحد الكميه ديال زيت الزيتون، وغنضيف عليهم ديك البصله والثومه حتى يتشحروا واحد شويه. هنا غادي ناخذ داك شويه المعدنوس وغنقطعو غير هكا، ما كنقطعوش انا بزاف حتى كيطلق الماء ديالو، كنقطعو غير بحال هكا باش كتبقى حتى النسمه ديالو زوينه. هنا وانتم كتفرجوا ما تنساوناش من اللايك والبارطاج للقناه. شكرا لكم، شكرا للناس اللي كتدعمني، بارك الله فيكم والله هلا يخطيكم هلا يخطيكم عليا والله. هنا الكفته غادي نسمى غير بشويه الملحه شويه البزار وشويه سكنجبير، غير شويه غير باش تنسم وصافي. هنا غادي ندخل لها هذوك التوابل، وغادي ان شاء الله نبقى معاها حتى نديرها كرات كلهم صغيورين. هنا كي كتشوفوا راه كتقلى ضروري في لي بات نقليو البصله والثومه باش كتعطي واحد النسمه اللي هي زوينه للسباكيتي. واخا ديروا شوفوا غير البصله غير هذاك لاصوص بحال كوك مع البصله، يعني واخا ديروا غير هذاك الزيت الزيتون والثومه والبصله وشويه ديال الملحه وتخليهم يتقلاو يعني يتحمروا واحد شويه في داك الزيت، وتسلقوا لي بات وتخلطوها معاه، كتجي رائعه كتجي زوينه بزاف. هنا كي كتشوفوا راه المطاب صافي، وغادي نضيف ليه هذاك نص كيلو ديال لي بات. وهنايا غادي ان شاء الله كتشوفوا كنخليها كتقلى واحد شويه، راه كتبان لكم الثومه كتاخذ داك اللون ديالها، عباش غنضيف عليها هذوك الكرات الصغيورين ديال الكفته. درتهم انا غير صغيورين، كيعجبني هاد الشكل بحال هكا في لي بات ملي كديروها بحال هكا كتعجبني بزاف، كتعطي حتى المنظر ديالها صغيوره. صافي هنايا غادي نبقى نحركهم واحد شويه باش يتحمروا لينا حتى هما، ياخذوا اللون ديالهم وحقهم في الطياب. وهنا في نفس الوقت لي بات هي راها كطيب، هادي راه ساهله دغيا كطيب في 7 دقائق مع غير الما يطيب ما بين سباكيتي ولاصوص ديالها، 7 دقائق تلقاوها طايبه حتى 10 دقائق، حيت غير قليل شي حاجه قليله ماشي كثيره بزاف. هنا غناخد كميه ديال لاصوص ديال المطيشه اللي عندكم، انا ضفت هذاك كيجي البنه ديالها زوينه. صافي ما بقاش عندي هذيك اللي كنشارك معاكم دائما ديال مطيشه الحك، ما بقاتش عندي، سالت ليا ان شاء الله حتى نعاود ناخد حك اخر. وهنايا ضفت واحد الكميه كي كتشوفوا ديال المعدنوس، وغادي نخليها ان شاء الله نغطي عليها ونخليها حتى تطيب لاصوص واحد شويه. غادي نضيف لها واحد شويه الملحه كي شفتو انا في الاول، ضفتها غير شويه في الكفته صافي، وغنضيف عليها واحد شويه الابزار باش هكا تجي لاصوص ديالنا زوينه. هنا لي باترا تسلقات وصفيتها وغادي نخلطها. شكرا لكم بزاف، شكرا للدعم ديالكم والتفاعل ديالكم معايا في القناه، هلا يخطيكم عليا. كنتمنى ان شاء الله الفيديوهات يعجبوكم، وما تنساوناش من اللايك وتعليق بطبيعه الحال، الا كان الا قدرتوا الا قدرتوا تكتبوا لنا تعليق راه كتفرحونا. شكرا لكم حتى على الفيديو ديال الصباح، الله يجزيكم بخير ان شاء الله غدا، ونحط لكم فيديو اخر ان شاء الله باذن الله، نتمنى حتى هو ان شاء الله يعجبكم. هنا راه كنخلطوا هذيك لي بات، نخليوها على الاقل واحد شويه 5 دقائق ولا 6 حتى تاخذ داك لاصوص طوماط، راه كتجي زوينه. وما نطيبوش لي بات بزاف حتى تولي يعني طيبه بزاف، لا نطيبوها غير شويه بحال دابا حنا 7 دقائق ما يمكنش لينا نطيبوها 7 دقائق صافي، ضروري كنزيد ديك 2 دقائق، يعني تنبغيوها شويه طيبه اكثر من الطاليان، يعني هما كياكلوها شويه قاصحه. هادشي اللي كاين، نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، شكرا لكم، شكرا المشاهده ديالكم كامله، بارك الله فيكم. الناس اللي كيتفرجوا فيا دائما من الاول حتى الاخر كنقول لهم الله يجزيكم بخير وبسلامه عليكم.